أنا اسمي عبد الرحمن ابن علي ابن صالح ابن محمد السديس. أنا نعيش في دولة الكاميرون في المغرب. نعيش في قروة، لكن نحن نحب تونس أكثر مما نحب القروة. لكن ما ذهبت في مكان الكرة، لكن أنا لا أعرف كيف يكون اللعب. لكن أنا أحبهم لأجل الدين، ليس لأجل الكرة، هذا أفضل مني. لهذا أنا أحب كل العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عربي، كيف لا نحبهم؟ أنا أحب العرب أكثر مما نحب أنفسنا. شكرا. كم نسبة المسلمين هنا؟ المسلمون هم 80% أو أكثر في هذه الدولة، ليس في دولة الكاميرون. الحمد لله. في قروة وغوندري ومروة وكسيري في جانب تشاد. نعم، وأنا كاميروني الأصلي، وأنا اسمي داود ابن آدم فقط. داود ابن آدم، هل أنت مسلم؟ نعم، أنا مسلم فقط. لو تعطينا فكرة عن هذه المدينة وعلى نسبة تقريبا المسلمين في قروة. يعني المسلمون في قروة، يعني أغلب الناس في هذه المدينة المسلمون، أغلب الناس المسلمون في مدينة القروة وهكذا. ونحن المسلمون نعيش هنا جيدا الحمد لله، ونعيش في مدينة القروة، نعيش يعني معيشة جيدا إن شاء الله وهكذا. هل هناك عديد من المساجد هنا في قروة؟ المساجد كثيرا في هذه الدولة، يعني في الحي كلها يعني موجود، تجد المساجد صغيرة أو المساجد كبيرة في هذه الدولة. نعم. ماذا تعرف عن تونس؟ تونس يعني أنا أعرف التونسيون، يعني لأن في تونس يعني مسجد يسمى القيروان، جامع أعرف يعني. نعم، في تونس، وهذا يعني الشعب التونس والتونسيين كلهم طيبون، والله أنا أحبهم، أحب التونسيين فضلا عن العرب، أحب العرب كثير. وهكذا تعلمت لغتهم حاسة، وأنا لا أتكلم اللغة الفرنسية جيدا، تعلمت اللغة العربية في البيت على يد أخي اسمه عبد الله بن عادم، تعلمت اللغة العربية عنده، درست عديدا من الكتب، مثلا كتب التفسير واللغات، كتب النحو، يعني تعلمت قليلا. إنه أخي في البيت تعلمت اللغة العربية، ولكن نريد أن ندخل في المدارس نتعلم ونخسر اللغة العربية، ولكن الآن شغلنا على الأمل وهكذا. نعم. هل تشجع تونس في هذه الكأس الإفريقية؟ نعم، وأنا أشجع تونس، وأنا من المشجعين تونس، لكن يعني أنتم غلبتم نيجيريا، ولكن كنت يعني فريت فرحة وحتى أوزعت قليلا في جيبي، لأن تونس أحبهم، أحب العرب وأحب يعني التونسيون وهكذا، وأنا في مشجعهم، لكن ما ذهبت في الميدان الكرة، لكن في البيت. نعم. وهذا صديق قال لي لابد أن أقول إنه من المسجين، وهو أيضا من المسجين، وهذا صديق أيضا من المسجين التونسيين، ونحن كلنا ثلاثة هنا مسجين تونس وهكذا.